السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في طريقي الى اخطر ممر جبلي في العالم الصح. عييت ديال بصح وبانت لي واحد البلاصه واعره بزاف اللي غيكون فيها تحدي ديال 24 ساعه وسط الادغال، وموجد لكم بزاف ديال المفاجات هاد النهار هذا وهاد الليله، وغنديروا واحد الاكله اللي ناضيه بزاف. خليكم معايا ما تشوش بعيد. كلشي وجدت الكنديه ديالي، وجدت الماء عند كاع اللعبات اللي غادي نحتاج. الفيديو هذا بغيتو تصيفطوه لصحابكم بالرجوله، تقولوا لهم هيا دجاجه جات اقول لهم ازكزات تخيم، وانتم لا بالرجوله صات عندك. كنضحك معكم، غادي نديوها نذبحوها، غادي تكون وجبه الغداء ديالنا. مسكينه شفتني ما قدتش نهزها بحال هكا، ينهزك بحال هكا بصح ما تحركيش بزاف. صافي بلا هكا مزيان، شنو نذبحو؟ نذبحو مسكينه ولا لا؟ شفتني بصح ما عندنا ما ندير. كنت غادي نطيح، جا الوقت ديال هاد الدجيجة هادي باش غادي نذبحوها إن شاء الله، غادي تكون الوجبة ديالنا. ديك شوك كنت غادي نديرها للغدا، ساعة مشى الحال ما وصلت لهاد البلاصة، ما بغيتش نبارطاجي معاكم الطريق وديك المعاناة اللي دزت منه. بغيت هاد النهار هذا بغيتكم تمتعوا معايا، ما بغيتش نبارطاجي معاكم المعاناة، بغيتكم تمتعوا بالجمالية ديال هاد المكان هذا. دابا غادي نهبطها، غادي كتاب لها نتعشاو بها هاد الليلة هادي. غدا إن شاء الله غنشد الطريق الأخطر ممر جبلي وغنكون بوحدي، ويلاه نذبحوك. وضروري باش ما نعذبوش الذبيحه الخوت، خصنا ضروري نمضيو الموس، وخا هو ماضي كاين ضروري نزيدو نمضيوه واحد الشويه. الخوت ضروري غادي نشدو هادي، او عندك غادي نوجهوها للقبله باش نذبحوها ونسميو عليها الله. الخوت ذبحتها ودابا كتردح، ما يمكنليش نوريها لكم لحقاش ما عارفين الدم. دابا داير واحد اللعيبه هنايا الدبان عندهم هنا قاص، درت البوطه هنايا ها هي فيها الماء، المحامي واللعيبات باش غادي نريشوها ان شاء الله. لاقيش الماء بارد ما كتريش فيه، خص ضروري المحامي باش تريش فيه. غادي نشوف هذا الماء واش طاب ولا باقي. طاب شويه مزيان. الخوت من بعد ما ريشتها مزيان غادي نغسلوها. بسم الله. وغادي نزيد الريشه لحقاش راه باقي فيها شويه ديال الزغب ولا تنقيه. هاي الدجاجه ديالنا ناضيه، صافي غسلتها مزيان، ذبحناها، ريشناها، كلشي درتو لها، باقي لنا غير نشرملوها ونديرو لها بزاف ديال البلان، تكون واحد الاكله ناضيه ديال بصح ان شاء الله هاد الليله هادي. يا سلام، بلاصه واعره. ها علاش الاطلس زوينه الصاد، كتمشي كتخلي حوايجك كتجي كتلقاهم في بلاصتهم. كنديه كاع البلانات خليتهم تما، عييت الجبل كيعي، لا موطو خليتها الفوق. ها يلا موطو، الحمد لله على النعمه ديال المغرب. او يا ربي عييت ديال بصح، وانا جاي ندير شرموله لذاك ديك الدجاجه. شوفوا فين جا، شموا الريحه وجا، وهذا شفار، هذا ما تيقوش فيه. انت شفار، هرب سير سير بحال واش شفار انت. يو شوف شحال جا، واو ما يمكن، شوفوا شحال جا، شوف 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 هاك هاك. يلا سير، ما نعرف كان نديرو مع هاد القروده وصافي. واش ربي كبيده الزويون ها وصافي الصحب الصحب بركه مصداع الصحب. دابا الخوت غادي نريقلو ديك الشرموله ديال الدجاج، نشرملوها مزيان. الا خلونا هاد القروده هادو نعطيوهم شويه هاك، اصلا ما تخافش. هاي هاي كلاها والله الا كلاها. اجي اجي تانت هاي بصحة. يلا هبط هبط طوا. يا سلام،
دابا غادي نقطعوا هذا القزبور والمعدنوس مزيان كامل. عقلتوا على هاد لاصوص هذه اللي كنت قلت لكم عليها؟ صوص فيغ ناضيه هذا الصلاه، راه فيها الزيت، فيها كاع كلشي، الثومه العيبه. ما كرهتكمش تشموا الريحه ديالها قسما بالله. وغنزيدوا العطريه ديالنا، ها هي كلشي كاين هنا. المهم هذا راه مخلطه هنايا. هاد الشاي كثروا منه كيجي بنين في الماكل. قلنا نديروا شويه ديال الملح. شوفوا الخوت الطوير فين، شوفوا شوفوا تبارك الله ما شاء الله تبارك. هادو هما المناظر اللي كنبغي ديال بصح. غنزيدوا شويه ديال الزيت وغادي نخلطوا هذا الشيء كامل هنايا. غنزيدوا له شويه زيت. هذه تكون هذه الشرموله ديال الدجاجه ديالنا ان شاء الله. هذيك صوص فيغ اللي كنت درت راه ديجا فيها الثومه. الله على ريحه واعره. وغنجيو للدجاجه ديالنا، غادي نشرملو دابا الدجاجه حدا البحيره الخضراء. واو منظر ناضي بزاف. هذاك الشيء كامل غندوروه عليها بحال هكا. اي اي شي ناضي. هاد لاصوص هادي كامله غادي ندوروها عليها باش يجي داك الشيء بنين. غيجي داك الشيء يا سلام. ندخلوا لها لاصوص لداخل طرز الزهر بي. دابا جات المرحله ديال اننا نخليو ديك الشرموله اللي درت لها دوك اللعيبات نخليهم يدخلوا فيها مزيان مزيان باش تعطي المذاق ويجي داك الشيء بنين. من بعد غنديروها بابي الومنيوم وغنلويوها ونحفروا حفره وغنحشيوها تحت الحفره وغطيب تحت الارض. فريمون غيجي داك الشيء بنين 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 بزاف. وانا فرحان انني غندير هاد التجربه هادي بالروز والاصلاط. وكيف قلت لكم المره اللي فاتت كل مره غتعلموا معايا حاجه. ها هي تعلموا هاد النار، تعلموا تعلموا. ها الله يخليني لكم وصافي. وبالله ما ديك الدجاجه دخلت فيها ديك الشرموله باش يجي داك الشيء بنين. انا عندي الفاخر غادي نزيد نقلب على شويه ديال الحطب باش نعاون به، فهمتوا البلان؟ الفاخر مع شويه ديال الحطب يجي داك الشيء. جمعت هاد البركة الحطب وخا كيبان لكم غير شويه لحقاش ديجا راه عندي الفاخر هنايا. دابا جا الدور ديال انني ندير واحد الحفره اللي تما غادي تكون الدجاجه وفيها غادي نشعلوا العافيه. ومن بعد ما حفرنا مزيان 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 غنجيبوا هاد العجنه هذا الساط نكحزوه هنايا. غادي نديروا لها بحال داكشي ديال البني، غنديروا لها الماء العجينه بحال اللي كيديروا البنايه. ها دير الماء وتجيب التراب وخلط مزيان بحال هكا بحال الطين، فهمتوا البلان؟ غير واش هو هذاك غادي يرد لي يدي ولا غير رد لي يدي؟ يا سلام. داكشي ديال من اجل البقاء وحيد في الطبيعه بالروج ولا الساط. هانتوما الخوت قلت هذه درت لها الماء ودرت لها اللعبات ودرت لها. دابا غيخصني نجيب الفاخر والحطب وغنجيبو ليسونسون نشعلو هادشي. هادي تشعال شعاله غتوقع بصح خصنا نحافظو على الغابه ما ديروش ديك الشعاله اللي تكون كبيره، فهمتوا؟ داكشي حدو قدو. نجيبو ليسونس
الخوت عندكم ديروا واحد الغلط اللي كبير تمشيو تشعلوا بحال هكا لحقاش غتشعل فيكم. ديما غتجيبوا واحد الكارت بحال هكا بحال هكا غتشعلوه والكارت هو اللي غترميوه تما. شتو العافيه؟ ها علاش انا ما بغيتش نشعلها بيدي لحقاش غتطلع عليا. هاهي الخوت كتقدي 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 هاي 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 غادي يكون واحد العشاء ناضي. شوف سبحان الله المكاتب كي دايره جاي على اساس باش نديرو غدا زعما ديك الدجاج نذبحها وندير بها غدا تاع صدقنا في عشاء دابا يعني من دابا فاش طيب وكاع البلانات غيكون العشاء الصاط بالراجل الصاط ولكن معليش لي ما يهمش الماكله كثر ما يهم المنظر الصاط وهاد الاجواء وهاد العيبات. دابا نستنى حتى لذاك الحطب يعطينا الجمر عاد نحطو تما العيبات. القضيه بالذات كاس الظلام بالراجل الصاط خاصني نمشي لواحد العين المهم واخا جايه بعيده بزاف خاصني نمشي نجيب منها الماء الماء ديال الشرايب وديال الطياب ولحقاش هذا ما صالحش زعما للطياب. خوتو دابا غادي نمشي نعمر الماء ونجي تعرفوا العين شحال بعيده بعيده دا خصني ضروري نمشي بالموتور الموتور ديالي غايبات غير تما. قروده مشاوي ناس هاي 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 عييت تخيلوا معايا تحل عينيك في هاد البلاصه هادي واو يا لا الروعه منظر واعر واعر بزاف والله الا الخوت الا منظر واعر ولا تحل عينيك وتشد ضرب عومه في بلاصه بحال هادي يا سلام. ها هو البير دابا هذا بير وخرج من تما عين ضربت مسافه طويله باش وصلت للوسط على ما اظن ان ديك البحيره كانت كبيره واصله حتى لهنا وبقات كتبعد كتبعد ما يمكنش ما تقول ليش ما كاينش دلو واو داو ما كاينش دلو الصاط شو البلان كيفاش ما يمكنش جينا حتى لهنا الصاط ما نعمروش الماء ديال الشريب على بلان داونا دلو صح. شنو الفرق ما بين بنادم يخليه هنايا ويديه معاه لا حول ولا قوة إلا بالله أقسم بالله ما فهمت أنا شنو الفرق ما بين الدلو يبقى هنا والدلو يديوه معاهم قسما بالله ما فهمت أنا البلان لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا نبقاو بالعطش ولا غنشربو من الماء ديال البحير لا حول ولا قوة إلا بالله ما فهمت أنا هاد الناس هادو علاش زعما داو هاد الدلو هاد يا ربي يا ربي يا ربي تلطف وصافي الطريق جبنا ديناها وجبناها باطل وصلت صراحه اقسم بالله الا بقى فيا الحال بزاف بزاف ما عرفت زعما علاش هزو البلاصه لا حول ولا قوه. المهم هاد الدجاجه هذا الخوت غنجمعوها هنايا ان شاء الله صراحة جاني الجوع وهاد الدجاجة هادي كاتشهي يا سلام وبلا ما طابت لحقاش غتاخد شوية ديال الوقت خاصها طيب على خاطرها غندير هاد البيضات هادو فهاد المقيلة هادي ونطيبهم وناكلهم مع هاد البريريد اتاي راه واجد ناكل البيض مع اتاي نهز بيه ونرد بيه شوية العقل ديالي ونرتاح لحقاش فريمون راسي غادي يطرطق من بعد غادي طيب الدجاجة ديالنا وغادي ناكلوها ونطيح ونعسو صافي بخاطري غير نعس صافي هادشي اللي باغي غير نعس نرتاح صافي ونحل عيني غدا ان شاء الله هذا المنظر الرائع يا بسم الله من اجل الباقه الى ما كانت عندكم معي القاصات تقدروا تجيبوا عمود وتغسلوه وتحركوا به انا باقي كنستنى الدجاجه طيب عاد كنسمع ديك بلق بلق وكالعاده داكشي ديال من اجل الباقة الساط غادي نفرج هاد الكروم هذا كنت غادي نجيب الخس عا ما لقيتوش نهائيا جبت غير هاد الكروم هذا غادي نحطو عليه الدجاجه ديالنا خوتو اخيرا طابت الدجاجه غادي نحيدها
جاجة ديالنا بالروز ولاصات، واخيرا الدجيجة ديالنا طابت، وهاد العافية هادي درتها باش تسخني، والبريريت ديال اتايا هو تقلسا يا سلام حدا العافية، وهذاك الكاس فيه بالروز ولاصات والبريريت ديال اتاي، وهاد الدجيجة هادي ناضية والله الا جات ناضية، ماشي كنكذب عليكم، لازم كنقول لكم انا حداك ولا شي حاجة، ولكن جات ناضية هاكو كولو بالصحة والراحة. واخيرا الحمد لله كليت وشبعت شبع ديال بالصحة انت الصاط، مشات جات لا ما كليتهاش كامله، ولا ولا جا عندي واحد القط، واحد القط وكلب عطيتهم لهم ياكلوه، وما عرف المهم كلاوه، اصلا ما كليتش بزاف، ما بحال تقهمت فهمت، والله تقهمت بالجوع. حاجه هاي القطيطه هنايا، وهايك الماكله اللي عطيتها لهم، ما كيبانش الكلب، ما مشى ما بقاش كيبان. غدا ان شاء الله غيدوز واحد النهار واعر بزاف، اليوم كان راسي ضارني بزاف، ما عرفتش واش غتكونوا لاحظتوها فيا ولا لا. المهم بغيت نقول لكم والو، دابا غادي نعشى الليل، نتلاقاو غدا ان شاء الله في الصباح، تصبحوا على خير. صباح الخير عليكم، كسبتوا صافا بخير، كلشي بخير، مزيانين لاباس بخير. واو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الخوت بالروج ولا علاش كنبغي نضرب تمارة، ها علاش كنبغي نضرب الطريق، ها علاش ها علاش ها علاش ها علاش، على هذا المنظر هذا، غير على هاد اللقطة هادي، تصبح في هاد البلاصة هادي، يا سلام تبارك الله ما شاء الله. العشرة ونص ديال الصبح هادي بالروج ولاصات، واحد الهواء الله الكار، بلاصة واعرة بزاف بالروج، وهاد الصبح هذا ما بغيتش انا نطيب، بغيت ناكل عند هاد الناس اللي كيبيعوا هنا، منها نعاونهم ومنها نحس بديك اللعيبة ديال صافي بارك طياب 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 طياب. هنايا عندي ثلاثة البيضات مع الكمون الملح العيبات، وهنا بريريت ديال اتاي، هاد البريريت كيدير 10 دراهم، وهنا خبيزة، هاد الخبزة هادي الناضية كدير 5 دراهم بالروج ولا الصاط، فهاد المكان هذا رائع. باش تعرفوا بلي هاد البلاصة فيها الأمانة الصاط، تخيلوا معايا اللاطون ديالي واللعيبات ديالي كاملين خليتهم في ديك البلاصة، وجيت بالموتور، الموتور علاش جيت به؟ على حسب الطريق بعيدة شوية، يعني ما جيتش على جيت به، هو حدايا، المهم هاد البلاصة هادي فيها الأمانة الصاط ناضية ديال بصح. عييت مجمعت الساك واللعبات ديالي وطلعت واحد الجبل حتى عييت بالروج ولا الصاط خوت. هنا غتكون هي ديال هذا الفيديو هذا، ارتحيت الحمد لله، ودابا غادي نكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله، باقي تبعنا مسافه ديال الطريق، كيف قلت لكم في اول فيديو بانه اكثر من 2000 كيلومتر باش غنوصلوا لاخطر ممر جبلي في العالم الصاط، وانتم انا عارفكم عاد كتسناو المغامره الخطيره اللي جايه على قبلها من وجده، فغي خليكم معايا وصبروا معايا، لحقاش انا براسي راني صابر باش نوصلوا، باغي نوصل باغي كنستنى باش نوصل بفارغ الصبر الصاط. المهم هذا ما كان الدريات، هلاوي في راسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي، وما تنساوش جاي كومونتير بالنسبه للناس اللي اول مره تشوفني، ابوني العيبات، وتهلاو لي في راسكم، استناو المغامره الخطيره ديال اخطر ممر جبلي.